المزيد حول انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين في الشمال السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل والعسكري السوري العقيد أحمد حمادة. حياكم الله عقيد أحمد. عقيد أحمد، ما الهدف من حملة النظام وحلفائه روسيا وإيران في الشمال السوري في هذا التوقيت باعتقادك؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. يعني هذا العدوان ليس جديد، ولكن هذا الأعنف من ضمن الاعتداءات التي نفذتها عصابة الأسد والإيرانيين والروس، وجاء هذا الاعتداء بعد حادثة الكلية الحربية التي أعلن النظام وحلفاؤه بأن انطلاق المسيرة من كان مؤذب، وهذا مخالف للمهنية ومخالف كذلك للمؤشرات العديدة في هذه الأحوال. ولكن الروس والإيرانيين دائما كانت أهدافهم السيطرة الميدانية الكاملة على كل الأراضي السورية، وسياسة القضم التي مارستها عصابة الأسد منذ توقيع اتفاق سوتشي في 2017 وحتى الآن، وما قبلها من خلال مناطق التخفيض الأربعة التي ابتدعتها روسيا بموافقة دول الإقليم والولايات المتحدة، حتى لم يتبقى إلا منطقة إدلب، وبدأوا بقضم هذه الأراضي من اتفاق 17 حتى تم توثيق اتفاق آذار الذي نرى حتى الآن تقريبا يعني خطوط التماس على ما هي. إلا أن الاستهداف الأكبر اليوم ربما يفضي إلى اتفاق جديد نتيجة ممارسة روسيا وإيران ومطالبتهم بتطبيق طريق M4 وإلصاق سهم الإرهاب في هذه المنطقة. هم يريدون أن يقولوا بأن إدلب منطقة ترعى الإرهاب، لذلك يجب إبادتها أولا، ثانيا بأننا نحارب الإرهاب، وبأن الإرهاب يستهدف الدولة السورية التي تقوم بمحاربة الإرهاب، وهذا أمر مستباح عالميا. إلا أن الحقائق تنفي ذلك. الإرهاب هو من يقوم اليوم بقصف شعب كامل بحدود 4 مليون إنسان يسكنون في محافظة إدلب من جبل شحف وفي الشمال وحتى باب الهوى، ومن منطقة دارة عزة وثرمانين والأتارب في الشرق وحتى الكبينة في الغرب. هذه المنطقة اليوم يتم مسحها بشكل كامل. يعني ماذا عقيد أحمد، ماذا عن التوقيت؟ يعني كيف يستغل النظام وحلفائه انشغال العالم بالحرب على غزة بتكثيف لربما هجماتهم على إدلب؟ نعم، يعني صحيح أن العدوان على إدلب بدأ في 25 الأول قبل بدء عملية طوفان القدس، ولكن استغلال النظام لما يحدث في غزة، حيث أن إسرائيل كذلك اليوم تقوم بقصف جباليا، تقوم بقصف غزة، تقوم بقصف كل شيء، الأبراج تدمرها بدعاية أو بذريعة محاربة الإرهاب. كذلك نظام الأسد يعني مثل على مبدأ ما حدا أحسن من حدا، تقوم بقصف كل شيء بمحاربة الإرهاب. ولكن هذه الشعوب التي تسكن هذه المناطق لديها حقوق ولها حقوق في هذه المنطقة، وبإمكانها أن تدافع عن نفسها. النظام ارتكب جرائم عديدة، يعني أكثر من 250 حالة استهداف، استهدف فيها 65 مدينة وقرية، نتج عنها مقتل أكثر من 90 شخص ونزوح بحدود 70 إلى 80 ألف نسمة، 11 مدرسة تم تدميرها، الأسواق الشعبية تم استهدافها، تم استخدام حتى الأسلحة المحرمة دوليا في دارة عزة وفي الإبزمو وفي مناطق أخرى. إذا هذا الإرهاب الأسدي الذي يستخدم أو تقوم به روسيا 35 غارة جوية، بالإضافة إلى عشرات المدافع والصواريخ والراكمات للصواريخ. عقيد أحمد، سريعا، ماذا عن اتفاق وقف التصعيد في الشمال السوري؟ هل يتوقع له أن يستمر؟ أتوقع بأن هناك صورة يجب أن تكون جديدة لهذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق بشبه منهار. يعني اتفاق 5 آذار 2020 كيف سيتم تهدئة وكيف سيكون هناك وقف إطلاق النار، وخمسة أيام الصواريخ والطيران والأسلحة تدك هذه المنطقة؟
أتوقع اليوم على الجانب الضامن لهذه الاتفاقات، على الجانب على الأمم المتحدة، على المنظمات الحقوقية، على الجميع اليوم أن يدين هذا العدوان وأن يضع حدا له. شكرا جزيلا لك. إذن العقيد أحمد حمادة المحلل العسكري السوري، كنت ضيفنا عبر الهاتف من إسطنبول.